مرحبا بكم هنا في جمعية مبادرة المواطنة التنمية القادمة من مدينة بوريبكا في رحلة ترفيهية لزيارة معرض الكتاب في الدورة الخامسة باش الأطفال ديال مدينة بوريبكا ديال الجمعية خصوصا باش يتعرفوا على الكتاب يتقربوا من الكتاب يغرسوا فيهم حب ديال القراءة وديال المطالعة والاكتشاف ديال الكتب واللقاء مباشرة مع الكتاب ودور النشر باش تولي عندهم هاد الرغبة في القراءة. شو الاحساس ديالك وانت في معرض الكتاب؟ سير الاحساس ديال معرض الكتاب زوين. اش غادي تستافد دابا من المعرض؟ خصني نتعرف على ضيف الشرف ثاني هو اسبانيا وغادي نتعرف عليه بزاف. انا المركز الرئيسي او القرار الرئيسي للمركز الثقافي المدني بعد تقديم شرح تقريبا 5 سنين على التوالي المعرض الدولي في البلد بيضا يعني في تطور ملموس وملحوظ هذا في الاهتمام بالمعرض السنه دي وضع شويه مختلف حتى الان الان وزينا في سبعه ان شاء الله يعني في اليوم المعرض استمر في المكان يعني في انتقاء للناس اللي بتشارك ده مفهوم افتتاح حتى الان تواجد الجمهور في الجزائر ان شاء الله نوصل كم المطلوب قبل نهايه المعرض حتى في تطور نوعي في نوع الناس اللي بتزور الجزائر. استاذ ما هو الهدف؟ ما هدف المشاركه؟ احنا لينا هدف احنا كمركز ثقافي مغربي هدف خاص بينا احنا من البدايه واحنا رابطين احنا ان شاء الله يعني على 2025 نكون وصلنا ان احنا ناسس مكتبه ثقافيه في اكثر من سنه ده هدف ان شاء الله نوصل له الدعم المطلوب من الدوله ووزاره الثقافه في الموضوع وتشارك في معارض دوليه ومعارض شهويه موجوده في الجامعه. رساله اخيره؟ يعني انا اتمنى انه نرجع تاني للكتاب للقراءه، اتمنى الانسان العربي يرجع تاني للقراءه لانه يعني احنا قمنا بفكرة لكن الناس زي ما معروف الكتب بتتباع في الارصفه لكن الاحذيه حاليا بتتباع في الفترينات. فانا اتمنى نرجع تاني للكتاب لانه ما فيش تطور ابدا بدون تطور. الكبير محمد وحدي مدير مدرسه الكتاب فاعل الجمعيه بدوري تواجدنا على الدول الكتاب وهو تقليد عودت نفسي وعائلتي صباح هذا اليوم الاحد مع الدول الكتاب والنشر باش غادي 25 نظرا لاهتماماتي اولا الثقافيه والتربويه في هذا المجال المعرض كمتنفس ثقافي الوحيد على الصعيد الوطني بجزء من حاجيات عشاق و عشاق الكتاب في تجلياته المتعدده هذا الفضاء جميل لتستقبل عموم القراء من الاطفال وهذه شيء ايجابي ان يتواجد الاطفال في رواق مجموعه ديال دور النشر وهو يعني نسميه سوق الكتاب السنوي كما كيدير سوق الكتاب على الصعيد العالمي وتلبي بعض الحاجيات ديال الناس اللي تقتني الكتب نظرا انه كاين خصائص ديال الكتب في المدن والقرى المغربيه شيء جميل ان يتواجد الاطفال وتلاميذ المؤسسه التعليميه والشكر موصول لكل الفعاليات التربويه والجمعويه وحل رساله اختصارا اللي تتقدم الكتاب نظرا انه المغرب تتصنف من الدول المقروئيه
ولكن هذا لا يعني على انه مسألة ذاتية ولكن هو موضوعي انه غلاء الكتاب هنا تنفذ مجموعة ديال الأروقة انه مازال الكتاب كيشكل عاجز مثلا الثمن ديالو التكلفة ديالو هذا المفروض على الدولة ان تدعم الكتاب الورقي حتى يكون في المتداول عموم القراء وشكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.